أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا
الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وهكذي أعنده علم الغيب فهو أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعي
وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأنه هو رب الشعر وأنه وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشها ما غش فبأي آلاء ربك تتماري وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وهقى
وأنه هو رب الشعر. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمارى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك هذا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى الله 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 الله
وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى سبحانه وتعالى وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى الله أكبر الله وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة معلوم ما فيش غيره سبحانه وتعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا فاسجدوا لله.
اقتربت الساعة وانشق القمر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما
ولقد جاء فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر
ففتحنا أبواب السماء ماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض فالتقى الماء على أمر قد قدر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر انتصر ففتحنا أبواب السماء Oh,
فالتقى الماء على أمر قد قلت فتولى عنه فتولى عنه يوم يدعو خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى يقول الكافرون هذا يوم ناصر مهطعين إلى يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر
وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء ولقد تركناها آية فهل من مدكر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر رحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله
الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان والسماء والميزان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ألا تطغوا في الميزان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.
والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا سلام خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.